بدأت وزارة الأوقاف إنشاء وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع لحماية الوجه ضمن مبادرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ومبادرة الأوقاف تأتي في ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها جميع مؤسسات الدولة الآن في مجابهة فيروس كورونا. ومعنا من مقر وزارة الأوقاف بالقاهرة مراسل أخبار مصر وليد هيكل. وليد، بعد مساء الخير، ما هي خطط وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك خاصة في ظل إجراءات الحكومة الخاصة بكورونا المستجد؟ نعم عمر، معكم من وزارة الأوقاف. وفي ظل ما ذكره الخبر الآن الذي نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء أنه لا استمرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان المبارك لحين زوال العلة كما ذكر معالي وزير الأوقاف، وذلك من خلال وزارة الصحة المصرية. كذلك عمر، كما ذكرت الآن في الخبر، أن وزارة الأوقاف بالفعل بدأت من خلال المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في إنتاج درع واقي يحمي الوجه بالكامل سواء العين أو الأنف من الرذاذ المتطاير الذي يمكن أن يصيب الإنسان أو الفرد بفيروس كورونا. لكن بداية عمر، دعنا عن استعدادات وزارة الأوقاف واستمرار إغلاق المساجد. ينضم معنا الآن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. سيادة وزير الأوقاف، قبل نشرح موضوع الدرع الواقي للسادة المشاهدين وكيف يحمي، لكن دعنا نبدأ مع سيادتكم عن وزارة الأوقاف وقرار وزارة الأوقاف باستمرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان الكريم بإذن الله. أهم خطط وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان الكريم والوقاية والحماية خلال الفترة الحالية. الحقيقة أولا، التدين المبني على الجهل أو الهوى ده من أخطأ الأدواء إذا كان مبني على جهل وعدم علم. الأديان قائمة على مصلحة الإنسان وصالح البلاد والعباد، وإذا كان هناك خطر على حياة الإنسان في أي وقت، سواء بيكون في شعبان، في رجب، في رمضان، في العمرة، في الحج، وجب شرعا دفع الخطر. العبرة بزوال العلة أو وجود العلة. زالت العلة، ونسأل الله العلي العظيم أن يعجل بزوال هذا الوباء عن مصر وعن سائر بلاد العالمين. مجرد ما تزول العلة ولا يكون هناك أي تسجيل حالات إيجابية، ستعود الجوامع وستعود الجامعات وستعود المدارس وستعود الحياة إلى طبيعتها. لكن ما دام هناك علة تشكل خطأ على حياة الإنسان، ما ينطبق على رجب، ينطبق على شعبان، ينطبق على رمضان، ينطبق على العمرة، ينطبق على الحج. قلنا لا تعود الجمعة ولا الجماعات إلا بزوال العلة، فالأمر متوقف على زوال العلة. لكن الحقيقة، وقلنا دايما دايما بنأكد يا أخوانا، دائما نؤكد حياة الساجد قبل عمارة المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله عز وجل، ولكن دم المؤمن أعظم عند الله منك. اللي أمنا أن احنا نروح المسجد في الوقت الطبيعي هو اللي أمنا أن احنا نتجنب الخطأ إذا كان في خطأ على الحياة. ومن هنا بقى ننتقل، وبالمناسبة لاستعدادات رمضان، هناك مع الهيئة الوطنية للإعلام سواء قطاع التلفزيون او قطاع الاذاعه استعدادات كبيره جدا. بداناها اليوم بحديث الساعه، برامج كثيره جدا ستتم بالتنسيق مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون للهيئه الوطنيه للاعلام حتى نملا الفراغ الروحي ببرامج هادفه خلال شهر رمضان باذن تعالى، اضافه الى العمل الالكتروني على موقع الوزاره، اضافه الى ان دايما الاصل في صلاه التراويح الاصل انها تصلى في البيت، ثم جمع سيدنا عمر بن الخطاب الناس عليها، ثم سنتحدث ان شاء الله بإذن الله إن كان في العمر بقية في حديث الساعة في الجمعة المقبلة كيف نستعد روحيا لهذا الشهر الكريم. ثم نعود إلى موضوع الذي تحدثت عنه، موضوع الوقاية. قديما قالوا الوقاية خير من العلاج، وقالوا درهم وقاية خير من قنطار علاج، واليوم نقول في الظرف الحالي الوقاية هي العلاج. بما ان لم يصل الان الطب الى علاج نهائي ولا الى مصل ولا الى لقاح نهائي، يبقى الحل في الوقايه. الوقايه تاتي بامرين، الجانب الاول والاهم البعد عن التجمعات.
سواء بقى عن إقامة الجمع، الجامعات، المدارس، كل ما قامت به الدولة المصرية وتقوم به دول العالم. ومن هنا بننبه شرعا يجب على الإنسان أن يلتزم بما تحدده جهات مختص، عدم التجمعات، عدم إقامة الجمع أو الجامعات، عدم التجمع بلا داع على الإطلاق. لو فيه عزل ذاتي على إنسان يجب شرعا أن يلتزم بالعزل، ومخالفة ذلك اسمه معصية. لو في حاجة على منطقة ما يجب الالتزام، ثم نأخذ بقى بالأسباب سواء ارتداء الكمامة. هذا الوقت سأترك المهندس الشريف يشرح، لكن كانت الفكرة الأساسية من أساسه أن بعض الناس قالوا من المحتمل كبير جدا أن العدوى كما تأتي عن طريق الأنف والفم تأتي عن طريق العين، فهذا كمان بيفيد قوي الأطباء. ممكن فوق الكمامة كمان يلبس الواقي فيمنع أي عزاز إلى العين أو الوجه، كأنه طبقة حماية أخرى فوق الحماية. وأنا هترك المهندس الشريف يتحدث عن هذا الواقي، وإحنا بالمناسبة لا نهدف إلى الربح، ويقول إن إحنا تقريبا سعر لا يماثل على الإطلاق نهائيا بأي سعر في السوق، 5 إلى 10 أضعاف سعر هذا في السوق، لكن إحنا هدفنا في المرحلة الراهنة خدمة البلد وخدمة المواطنين. واكدنا ان احنا كدفعه اولى، والمهندس الشريف خلال ايام هيجهز لنا 1000 واقي كدفعه اولى لوزاره الصحه تقديرا منا لدورها والاطباء والاطقم الطبيه، لان ده كمان هيساعد مع الكمامه ان الرذاذ لا يصل اصلا الى الوجه. تمام، وما هي اول المستشفيات التي استفادت من هذا الدرع الواقي حتى الان معالي وزير الاوقاف؟ طبعا عندنا مستشفى الدعاء التابعه لوزاره الاوقاف، مستشفى الحسين الجامعي، واحنا النهارده مع المهندس الشريف ان شاء الله هنحط خطه لاي مستشفيات تطلب كميات للاطباء، ثم بعد ذلك هيكون هنعمل خدمه توصيل منزلي وهنعلن عن منافذ للتوزيع. وانا يعني كلفت المهندس الشريف ان يتوسع في الانتاج في هذه المرحله، وبخاصه انه بسعر تقريبا في المتاح 50 جنيه فقط، ويستخدم تقريبا لعدة أشهر ويغسل بالماء والصابون. وهترك المهندس الشريف يشرح لك طبيعة هذا الدرع. دعنا سريعا عمرو نستعرض مع المهندس شريف مصطفى رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف طريقة عمل هذا الدرع الواقي الذي يوضع أيضا على الوجه وأمام الكمامة. هو كما طبعا أوضح معالي الوزير أن إحنا في بعض بنحاول نحمي حاجة اسمها تي إيريا، اللي هي منطقة العين ومنطقة الأنف ومنطقة الفم. ده الهدف من الموضوع، فطبعا ده القناع. القناع احنا معمول ان هو يبقى سهل التحكم في السايز بتاعه، المقاس بتاعه، بحيث ان هو لما بيتلبس حتى لو انا زي ما انا لابس نظارة برضو معمول المساحة بتاعته مقفول تماما، بحيث ان يغطي منطقة التي سيكشن اللي احنا بنتكلم عليها، العين احنا عندنا مشكلة ان احنا دايما في المواقع بيبقى فيه بعض حركة المعدات بيبقى فيه تراب وبيبقى فيه حاجات زي كده، فتلاقي العامل دايما يقوم بايده تلقائي يحط ايده في عينه او ان هو يبتدي ان هو يتعامل مع المنطقة ديت. فالدرع ده مخصوص خاص جدا ان هو يمنع الحركة دي. تمام، كل شكر لك مهندس شريف مصطفى رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الاوقاف، ودائما بالتوفيق. اذا عمرو، كانت هذه هي اهم ما جاء اليوم من وزارة الاوقاف من خلال المساهمة المجتمعية للحماية اكثر من فيروس كورونا من خلال انتاج هذا الدرع الواقي. وكما ذكر وزير الاوقاف عن خطط وزارة الاوقاف خلال الفترة القادمة ان شاء الله خلال شهر رمضان الكريم. اليكم في الاستوديو. شكرا جزيلا لك وليد هيكل مراسل اخبار مصر، وشكرا جزيلا لضيفيك الكريمين.